أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا أدركت شخصا صلاة العشاء وهو في سفر ثم وصل بلده في وقتها، فهل له أن يصليها بعد وصوله لبلده قصرا؟ إذا أدركت شخصا صلاة العشاء وهو في سفر ثم وصل بلده في وقتها، فهل له أن يصليها بعد وصوله بلده قصرا؟ لا، إذا وصل بلده انتهى القصر، يصليها تماما لأنه انتهى. وإن كانت وجبت عليه في السفر، ولكن العبرة بالأداء، إذا أداها في الحضر والإقامة فإنه يكملها. نعم.